بوجي وطمطم هو مسلسل عرايس مصري ارتبط بشهر رمضان الكريم، كان من تأليف وإخراج المبدع الراحل رحمي، وقام ببطولته عدد كبير من النجوم اللي ارتبط الجمهور بأدائهم الرائع في بوجي وطمطم. هي لازم عند مرمر، يلا قوام نروح لها. ما تروح انتي، ده بيتها بعيد. ومرمر دي كمان اللي ما خلاهاش تيجي؟ لا دي قالت هتيجي من بدري. حيرتين، امال ما جاتش ليه؟ انت هتتنرفز عليا، انا عارفة، عشان يمكن اتأخرنا عليها. وكمان عم حسن شافها، اشترت منه الشرايط وراحت من ناحية دي. استمر عرض مسلسل بوجي وطمطم حوالي 18 سنة، ساهم في تشكيل وجدان أجيال كتيرة في مصر خلال فترة التمانينات والتسعينات، وكان له تأثير كبير في ثقافة الطفل المصري والعربي، وخصوصا أنه فكرة مصرية خالصة للمبدع رحمي اللي رغم رحيله لكن سيرته ومسيرته خالدة في ذهن الأجيال. اختار المبدع رحمي شخصيات المسلسل بعناية. بوجي قام بدوره الفنان الراحل يونس شلبي، وكان شخصية طيبة لكنه متسرع. أما طمطم فكانت الفنانة هالة فاخر، واللي كانت رمز للكمال الأخلاقي والثبات الانفعالي، وكان في طماطم البنت الصغيرة، وعم شكشك الراجل العجوز اللي قاعد على الشباك في بيته في الدور الأرضي، وكان دايما بيتابع أخبار الناس هو وأبوه اللي ما نعرفش عنه حاجة غير إنه أبو شكشك. بابا يا بابا. في ايه يا ابني جريه؟ لا 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 مؤاخذة يا بابا، إن كنت أزعجتك. طبعا أزعجتني، نازل زني زن. أغنية إيه دي اللي كنت بتغنيها شكشك؟ ما مش فاكر يا بابا، نسيت من الخضة. كان المسلسل في منتهى الثراء بشخصياته، ومنهم زيكا وزيكو وطنط شفيقة ومرمر اللي جسدته أنعام سلوسة، وزيزي اللي جسدته سلوى محمد علي. آه يا زيكو، خير؟ خبر بمليون جنيه. خير يا زيكو؟ لازم هتروحوا رحلة. رحلتين انت كمان؟ حد فايل الكلام ده؟ المهم قولي آه الخبر اللي عندك. بوجي يا طنط شفيقة خف وهيسمحولنا بزيارته من بكرة. الله، ده خبر هايل. وفي رمضان سنة 2009 اتعمل جزء جديد من المسلسل بأبطال جدد، وقام بدور بوجي الممثل الشاب محمد شاهين، وقام بدور طمطم الممثلة الشابة إيمي سمير غانم، وكان اسمه بوجي وطمطم والكنز المفقود، وتولى إخراج العمل باسم رحمي ابن المخرج الرائع رحمي.